مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد بحول الله تبقى الحرارة دائما في الموعد مع نشاط خلايا رعدية خلال ظهيرة نحو المناطق الداخلية، تكون مرفوقة بأمطار محلية خاصة نحو المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. أما بالسواحل أجواء مغاشة جزئيا، هذا بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر نحو سواحل الوسطى والشرقية. جنوبا أجواء شبه رعدية من الثورة إلى غاية شمال الصحراء والواحات، تكون مرفوقة بأمطار رعدية نحو الجنوب الشرقي، بينما أجواء مشمسة من الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، دائما نشاط زوابع رملية محلية بأغلب مناطق وسط الصحراء أقصى الجنوب إلى غاية شمال الصحراء، بإمكان حبيبات الرمال أن تكون عالقة بالهواء نحو المناطق الداخلية وهذا شمالا. بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تفوق 20 درجة بكل المناطق الشمالية، مقاييس ما بين 22 إلى 24 درجة، جنوبا 24 درجة أيضا ستكون منتظرة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، في حدود 27 درجة بتندوف وإليزي، ترتفع إلى 30 درجة بغردية، 33 درجة ستكون كعلى مقياس ببسكرة الوادورغلا وأضرار. بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستكون مستقرة مقارنة بنهار اليوم، مقاييس ما بين 32 إلى 34 درجة بكل سواحل، ترتفع إلى 36 درجة بغليزان، 37 درجة بالجلفة، تقرب 33 درجة بتيزي وزو، بينما تكون مرتفعة بقسنطينة أم البواقي وباتنا في حدود 38 درجة، مقاييس ما بين 36 إلى 38 درجة على الخط الرابط بين تمن راست وجانيت، وتبقى أجواء حارة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، دائما تفوق 40 درجة، تصل محليا إلى 46 درجة بأضرار تيميمون المنيعة إن صلاح وبرج بجي مختار. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل نحو سواحل الشرقية، قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والغربية، الرياح ستكون ضعيفة ضمن تيارات جنوبية غربية على سواحل الغربية، متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى والشرقية، درجة حرارة مياه البحر تبقى دافئة تقارب 26 درجة مئوية. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس حتى الغد بحول الله على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و23 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و9 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.